اليوم راح نكمل في سلسلة تطويل الشعر، ولكن قبل أن نطول شعورنا لازم نعالج المشكل الأساسي وهو تساقط الشعر. في هذه المرحلة تساقط شعر يعني تساقط رهيب، وخاصة الناس اللي تعرف إنه اللي شعرها مليس تكون شعرها أضعف من الناس اللي شعرها يعني مجعد. وأنا طبعا استعملت واحد الصبغة اللي هي الهايلايت وهلك لي شعري. المهم بلا ما نطول عليك، عملت بحث في جوجل، لقيت انه من احد الاسباب يعني اللي تهلك الشعر هو الشامبو. اي قلت اوف ومالك، راح نص شعري انا. رحت عملت بحث اخر بديل للشامبو، فلقيت يعني عدة يعني تجارب البنات، ولكن اللي شدني تجربة بنت كانت تحلف بالله العظيم انه صديقتها الهندية ما تغسلش شعرها الا بواحد النوع تاع صابون اللي هو هذا دوف، دوف الابيض العادي. وقالت انها من نهار اللي استعملته تخلصت نهائيا من التساقط. انا خلاص يعني قلت محال نستعمل صابون شعري، لانه كنت عندي تجربة يعني كنت جربت صابون طرف وعطاني واحد الايفكت مش مليح، جف شعري وكذا، ولكن كي زاد التساقط يلا قلت نجرب. رحت شيت دوف ووصلت شعري اول نهار، خرجت من يعني الدوش وشفت شعري استنيته حتى جف، كنت غير نستنى وقت شي جف. والله كي شفت استغربت، اولا هذاك اللي فوش التقصف كامل راح، وهذا أجمل شيء. النعومة زادت 100%، كأني حطيت بلسم. أي استمريت عليه حوالي شهر كامل. يا إلهي وش هذيك النعمة، والله العظيم ولا شعرة تساقطت إلا الشعر اللي نحن نعرفوه الطبيعي يعني التساقط الطبيعي. قبل كنت كي يعني نمشط شعري نلقى يعني كمية كبيرة لدرجة إني نخلع. وصلت شهر الأول ثاني ثالث خلاص، وأصبح هو الصابون تاعي. كنت يعني نفكر قلت معقول كي نقول واحد استعمل صابون دوف راح يقول لي انتي مهبولة، ولكن أخويا أيضا أعطيته له استعمله كبديل للشامبو وفادوا جدا. ومن هذاك اليوم باي باي الشامبوهات مهما كانت درجة الشامبو، وإذا إن شاء الله ربي سهل راح نصور لكم كل الشامبوهات اللي عندي، إني رميتها صراحة، أعطيتها لزوجة أخي. وأنا من هذاك النهار نستعمل إلا دوف، دوف الأبيض العادي، لا بالخيار لا بالسمن لا بوالو إلا دوف. والحمد لله تخلص من التساقط نهائيا، ونتمنى يا ربي إنكم تستعملوا هذه الطريقة. واللي يحب يتأكد أكثر يكتب في جوجل يعني تجربتي مع صابون دوف للشعر، راح يلقى تجارب بزاف تاع البنات، وراح يلقى ممكن جدا يلقى الطفلة هذه اللي شفتها أول مرة. نتمنى كان عجبكم الفيديو، كان خفيف ظريف، وأنا والله نحب نساعدكم كما أنا نحب يعني نفسي نحب ليكم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.